هذه الظاهرة اللطيفة، هذه بعوضة بالكاد ترى بالعين، صورت حديثا تعيش فوقها حشرات أصغر منها تتغذى على دم هذه البعوضة. سبحان الله، يعني البعوضة تعيش على دم البشر مثلا والكائنات الحية، والله خلق فوق هذه البعوضة حشرات صغيرة تدعى مايت باللغة الإنجليزية، تعيش وتتغذى فوقها. من كان يتصور زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا المشهد الذي نراه اليوم في القرن الحادي والعشرين؟ من كان يتصور أن هناك بعوضة ويعيش فوقها مخلوقات أصغر منها؟ الله عز وجل ماذا قال؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالآن عندما نرى مثل هذه المشاهد ونرى هذه الدقائق ونرى حديث القرآن عنها سبحان الله، لابد أن نطرح سؤالا، لماذا كل هذه المعجزات في القرآن؟ لأن الله تبارك وتعالى تعهد في كتابه الكريم عندما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذه الآيات سوف تبقى مستمرة وسوف تبقى آيات الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وسوف تبقى هذه المعجزات باستمرار.